أنا من المكون العربي في قرية الدهماء. رجعنا على قريتنا بعد ما انتهى الحرب ولقينا بيها تفجيرات وهدام وجاء نصلح والله يا معلمي. لا 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 لما أخبرنا أن الحرب انتهت بين أطراف الطرفين رجعنا لقريتنا طبعا بخير وسلام ولقينا بها ألغام ما قدرنا نجرب لها حتى ما الحماية نظفت الألغام ونظفت الموجود. خفنا نخاف على حالنا يا معلم. ما قررنا نرجع لبيوتنا بسبب الألغام والتفجيرات والمفخخات اللي حاطينها بالقرية، حتى جت وحدات حماية الشعب ونظفتها ورجعتنا بخير وسلام. ما قامت وحدات الشعب بهدم أي منزل أو تفخيخ أو تفجير أو حتى اعتداء على أي مواطن أو إزعاج حدا لها اليوم هذا أو لهالدقيقة خالص. ظلينا بعد ما طلعوا داعش من جريتنا، طلعوا ظلينا فترة يجي 25 يوم منعونا الكرادي إنه يعني ما نجي، مشان يعني شو يأمنون سلام المواطنين، يعني كانوا بألغام وشية يعني الله يوفقهم إن شاء الله. بعد ما نظفوها رجعنا بخير وسلام والحمد لله، ساعدونا وجابونا معونات كل شيء، يعني الله يوفقهم وين ما يتوجهون. القرى اللي لم ترجع عليها الأهالي، بالنسبة للقرى اللي مو راجع عليها الأهالي، هالقرى هاي بالنسبة لها في لسه ألغام، في سيارات مفخخة، في بيوت ملغمة، في بيوت لسه ما انفتحت، في بيوت لسه جدران حواش شجر، سيارات منازل مطابخ كلها ألغام فيها. من الشيء هذا وحدات حماية الشعب تقوم بتمشيط بفك هذه الألغام، بفك هذه العبوات الناسفة لفترة محددة، وبيسمحوا للأهالي يرجعوا على قراهم. اجتماع الأخوة المشايخ والشيوخ كان سببه ما أصدرته منظمة العفو الدولية للكاتبة أو للآنسة لمى الفقيه، عندما أصدرت بيانا لا نعلم من كيف وأن أتت بهذا البيان وما هي المصادر التي اعتمدت عليها في اتهامها بأن هناك غبن وهناك تهجير لفئة دون فئة واستقواء لقوي على ضعيف في مرحلة من المراحل، وهو تهجير العرب من مناطقهم، ما قامت به كما تدعي تلك الكاتبة وتلك المنظمة أن وحدات الحماية حماية الشعب هي التي هجرت الأخوة العرب من مناطقهم. إذا نحن في مجلس أعيان محافظة الحسكة وشيوخ عشائر المحافظة نستنكر وبشدة ما ورد على لسان منظمة العفو الدولية. أقول لكم الذي قام بالتدمير هو داعش. احنا إجباري نخاف على المدنيين من على سلامتهم. احنا طلبنا منهم انه يبعدون البعض طريق الزفت بواحد كيلومتر. بعد ما خلصت الحملة رجعت الناس كلها على مناطقها. بالنسبة يسولف على الأغلاط وما أغلاط ممكن تصير، بس مو هذيك الأغلاط اللي انتم تقصدونها.